وللحديث عن ازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عبر الاغتيالات أو التعذيب داخل المعتقلات على أيدي القوات الحكومية والميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أستاذ عمر، مرحبا بكم. يعني وفاة 6 معتقلين في أحد سجون المنطقة الخضراء بسبب التعذيب، وأيضا آخر في سجن الناصرية المركزي بالإهمال الطبي، لكن السؤال المطروح هنا، هل بات الموت سمة من سمات المعتقلات في العراق أستاذ عمر؟ نعم، بالتأكيد هذا ما نسجله يوميا من أحداث الوفيات في السجون الحكومية بسبب التعذيب وبسبب الإهمال الطبي التي تتعبد الحكومة وإدارة السجون في إدارة هذا الملف بشكل سيء، حتى تكون هناك وفاة عن عمد للمعتقلين في هذه السجون. كل هذه الحوادث وهذه الوفيات هي بسبب إما طائفية أو إما بسبب ابتزاز مالي وغيرها من أو انتقامية، وهذه هي ما نصدره كل يوم من وفاة، أكثر من وفاة في هذه السجون. وليس هناك أي رادع، وكلمة الإفراط من العقاب هي الحاضرة في هذا الملف بحكم أن هذه السجون هي تدار من قبل الميليشيات، هذه السجون هي خارج نطاق إدارة الدولة، وحتى إن كانت الدولة هي قد تتسبب في الكثير من حالات الوفيات، وما رأيناه اليوم من أن هذا منصور في سجن احدى سجون المنطقه الخضراء وهو على يد احمد ابو رغيف، كما ابلغنا اهالي المعتقل بانه اجراء تحقيقي معهم، وتحت التعذيب توفي اكثر من 5 اشخاص في هذا السجن. اذا هذه هي السمه البارزه في السجون الحكوميه التي لم تكترث للقوانين الدوليه ولم تكترث إلى المعايير الإنسانية التي يتوجب عليها القيام بها في إدارة السجون، وهي مؤسسات إصلاحية أصلا، ولكن بهذه الأعمال أصبحت هي مقابر جماعية للمعتقلين في العراق. أستاذ عمر، لكن هنا يعني أين دور الجهات القضائية الرقابية في هذه الظاهرة المتكررة والمستمرة؟ أين دور كل هؤلاء؟ ليس هناك أي دور للجهة القضائية ولا رقابة مجلس النواب ولا غيرها من المؤسسات أو المنظمات التي تكون لها الصلة الوثقى في هذه الوفيات، ولكن هناك تغاضي عن هذه الوفيات وهذه إجراءات التعذيب، وحتى السجون التي تدار من قبل وزارة العدل هي أيضا تحدث فيها الكثير من الوفيات. هذا ما يعني يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما دور القضاء في هذه السجون، ما دور القضاء في عمليات المحاكمة، ما دور القضاء في عمليات التحقيق. نجد أن القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل هي بعيدة كل البعد عن هذه الإدارات وهذه الإجراءات القانونية التي يجب أن تكون تحت ظلها وتحت إمرتها، حيث يمنع التعذيب، حيث يمنع القتل خارج القانون، حيث يمنع أي إجراءات تعسفية بحق المعتقلين. وهذا ما نبهنا عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أن هذه الوزارات هي وزارات مجرد شكلية في هذه القضايا، ولا يسمح لها بأن تدار السجون من قبلها، وحتى أن الأمم المتحدة مستغربة من هذا الأمر وباتت تسأل عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ما دورهم في هذه القضايا وهذه الحالات التي تفضي إلى الموت. بالطبع لا يجدون شيئا من الأجوبة التي تشبه نفوسهم بها بما يمكن التعامل به مستقبلا. أستاذ عمر، إذا كانت القوات الحكومية يعني داخل المعتقلات تمارس القتل خلف الأسوار، فكيف تمارسه في الطرقات وقد وثقتم في مركزكم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وثقتم قتل قوة من الجيش والميليشيات مواطنا في الطارمية، إذن كيف تمارس عمليات القتل في الطرقات هذه القوات الحكومية طبعا فضلا عن الميليشيات؟ نعم، هذا
عفوا، هذا ما يؤكد الى انه يعني لا يوجد قانون، لا توجد سلطه، انما الاعمال التي تقوم بها هذه القوات سواء مشتركه او منفرده بالميليشيات او منفرده بالجيش هي لا تأتمر بامره القانون ولا تخضع لاي خطر، وانما تخضع لجهات معينه، تخضع لارادات سياسيه، تخضع لدوافع طائفيه، تخضع لأوامر انتقامية. كل هذه هي أبرز سمات الحكومات التي تعاقبت على الاحتلال أو تعاقبت العملية السياسية في ظل الاحتلال الأمريكي والإيراني. الكثير من هذه الحالات هي تتم بمرأة ومسمع من القائد العام للقوات المسلحة. إذا هذه هي جرائم نصفها بجرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم هي لا تدخل في التقادم. الكثير من القتل، عمليات القتل خارج القانون، هي انتهاكات يستدعي النظر فيها من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين في العراق. أستاذ عمر، أعربتم عن قلقكم من عمليات القتل التي تحدث خارج نطاق القانون وقلتم بأنها تتصاعد بشكل مقلق عبر بيانكم، لكن هنا ما الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في كشف هذه الجرائم؟ بمعنى إلى أي مدى تحقق هذه وسائل الإعلام تحقق الرادع الذي لا يقوم به القانون في غياب منفذيه؟ نعم، تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الخطيرة لا سيما في الإعلام الغربي، الإعلام الدولي، لأن هذه الجرائم عندما تنظر إليها من قبل هذه الهيئات وهذه المنظمات الدولية يجدون أنها هذه هي ممنهجة، هي هذه الإجراءات يعني بشكل يومي وليس بشكل متقطع. هذه الإجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية فضلا عن الميليشيات التي تكون تحت السلطة السياسية، حتى نضغط على المجتمع الدولي ليكون هناك تدخلا دوليا في منع هذه الانتهاكات. دور الإعلام هو دور مهم في هذه المرحلة، وهو مساند للمنظمات الحقوقية وغيرها من المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان، وصوتها مهم في إيصال معاناة المدنيين ومعاناة الشعوب إلى المجتمع الدولي حتى نتمكن من فرض هيبة القانون ومن فرض الأمن والأمان بمساعدة الجميع لوقف هذه الانتهاكات. من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، شكرا جزيلا لكم.